زادت الرياح من معاناة نازحي مخيم جدرايا غرب إدلب بعد اقتلاع عدد من خيامهم التي بنيت على عجل بعيد نزوحهم، في ظل تردي الوضع المعيشي لأكثر من 100 عائلة في المخيم نتيجة قلة الخدمات والمساعدات المقدمة لهم. واستمرارا لحملاتها الإغاثية، أطلقت مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية حملة إغاثية طبية جديدة وزعت من خلالها السلل الغذائية على مستحقيها. نحن في مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية نقوم بحملة إغاثية لأحد المخيمات المتضررة بالأحوال الجوية، قد قمنا بالكشف عليها سابقا وأحضرنا السلل الغذائية وقمنا بتوصيل كل سلة غذائية إلى مستحقيها. وتجنبا للتجمعات أثناء التوزيع، اتخذ الفريق القائم على الحملة عدة خطوات احترازية من خلال إيصال السلل الغذائية لكل خيمة، مع استمرار فرق الاستجابة السريعة بجولات التوعية للوقاية من فيروس كورونا والكشف عن حالات سوء التغذية عند الأطفال. نحن فريق الاستجابة السريعة تابعين لمؤسسة أورينت، ضمن هاي الحملة نحن عم نقوم قياس الأمواج متابعة الأطفال سوء التغذية، متحرر عن حالات سوء التغذية عند الأطفال والنساء الحامل والمرضعات، ومنوزع لهم الاهتمامات الغذائية بالإضافة للتوعية حول موضوع فيروس كورونا. رغم مناشداتهم المتكررة للمنظمات بتقديم المساعدات العاجلة لهم، إلا أنها لم تلقى آذانا صاغية. حال المخيم كحال مئات المخيمات شمال سوريا. اجانا الضرب من جورين، صواريخ، قمنا نبكي دم، تركنا بيوتنا وتركنا مخل، جبنا معنا حرامات، اجينا لهينا استأجرنا الأرض بالأجار، الخيم كلها حرامات. والله يكون بالعون، ونحن نشكر منظمة أورينت على هذا الدعم اللي قدمني قسان عبود، نحن نشكره ونشكر المنظمة على هذا الدعم، وهي أول مرة يبعثونا سلل بهذا، ونحن نرجى الدعم الدائم. وكانت المؤسسة أطلقت منذ بداية فصل الشتاء سلسلة حملات إغاثية طبية استهدفت المخيمات النائية والأكثر تضرراً، لا سيما تجمعات العائلات النازحة في الأبنية غير المجهزة بمدينة إدلب، وذلك انطلاقاً من واجبها الإنساني بتقديم المساعدات لمستحقيها. تستمر مؤسسة أورينت للأعمال الإنسانية بإطلاق حملاتها الإغاثية وخاصة في المخيمات المتضررة والأكثر عوزاً، في ظل نقص المساعدات الإنسانية المقدمة لقاطنيها من قبل المنظمات الدولية. هاشم العبدالله، أورينت نيوز، ريف إدلب الغربي.